اول حاجه يا حبايبي هنا كده هسلق البيض، تمام؟ حطيته كده عادي جدا، وحطيت ملح طبعا علشان القشر، تمام، عشان القشر ما يلزقش فيه. جبت طبق بيض كده وسلقته، تمام كده. طب نعمل مع بعض تحضيرات ايه الرحله بتاعتنا لوادي الريان باذن الله. نعمل مع بعض يا حبايبي دلوقتي بقى ايه التحضيرات بتاعه الرحله ان شاء الله. دلوقتي انا سلقت البيض، تمام. هعمل ايه؟ هقلي كمان كبده، تمام. هنعمل كبده مقليه. انا دلوقتي عندي الكبده اهي شرايح، بصوا ما شاء الله حلوه جدا، بسم الله ما شاء الله. ايه بصوا، انت تقولي له اعملي لي ايه شرايح مش تقيله يعني ولا خفيفه، حلوه قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ عندي هنا ثوم مفروم، طبعا بتتبليها قبل القليه بفتره كبيره يعني ساعتين ولا حاجه، تمام. لك كده كميه محترمه من الثوم، ماشي. لو عندك بقدونس، ورق البقدونس كده اخرطيه ناعم وحطيه، بيديها ريحه حلوه قوي. احنا في عيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. وبصراحه ما عنديش البقدونس دلوقتي. هقلبها كده كويس، هقلبها كده كويس جدا. هتنزلي بايه؟ طبعا الثوم، في ملح وفلفل وكمون وكل الحاجات ايه بتاعتي، تمام. انا هنا معايا كميه من الكبده، تمام. فهنزل كده ايه بعصير الليمون الفريش كده، بيضيع منها الزفاره وبيديها طعم حلو جدا، تمام اهو. عشان معايا كميه فهحط ايه ليمونتين كبار كده، طبعا لو كيلو بس خلاص، هي ليمونه كبيره حلوه خلاص. اهو كده حطينا عصير الليمون، اهو ده كويس ده. بصوا الليمون لونها غير ازاي، فما تاخدش حتى معاكي سوا وانت ايه بتشتغلي، تمام. هسيبها بقى في دقيقه كده لغايه ما نحرها مع بعض. دلوقتي حبايبي بقى هحاول كده ايه بحمر كده البطاطس بقى اللي هاخدها معايا الرحله بتاعتي، تمام. بس اهم حاجه تطلعيها ايه على ورق مناديل كده وايه وتهويها، تمام، علشان ما تترش منك وتتعجن. بصي حلوه قوي. بس هكمل باقي الكميه معاكم. هنسمي الله يا حبايبي كده، وهغلب بقى الكبده بتاعتي. انا عندي هنا البيض، لازم تفكيه بشويه ميه او شويه لبن، اللي عندك حطيه، تمام، عشان يفك وعشان ما تستهلكيش بيض كتير. بسم الله ما شاء الله. هنزل كده بالملح بتاعي، تمام، تحاولي توفري كده وتدبري. وهنزل كده بالملح بالفلفل الاسمر، تمام، عشان الزفار بقى ده بيبقى كده. بصي شويه الميه او شويه اللبن هيخليه يفك معاكي، بدل ما تستهلكي بالخمس ست بيضات. طب ليه؟ ما هي ايه النتيجه، تمام. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى الثوم مع اللهم بارك، الثوم مع الليمون، بصوا بقى بيديها طعم حلو وريحه حلوه قوي ان شاء الله. هنزل كده على البيض، بسم الله، ولو رشه بقدونس كده زي ما قلت لك هيكون حلوه جدا. بصوا تفرديها كده، يا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. هسيبها كده بقى ايه تتشمع 10 دقايق ولا حاجه قبل ما ابتدي ايه قبل ما ابتدي اقليها. افردها كده كويس عشان تشرب من ايه من خلطه البيض بتاعتي. اهوت مش كده،
تمام. طبعا الحاجات دي بتجهزيها من بالليل. طبعا ست البيت بقى بتجهزي الحاجات دي من بالليل اهو. بس كده لو مثلا الرحله بتاعتك الفجر او الصبح بتجهزيها كده ايه بقى بالليل بتقعدي تتسلي فيها. بسم الله ما شاء الله. والرحلات عاده بتحب النواشف يعني بطاطس محمره كبده كفته حاجات كده يعني. بسم الله ما شاء الله. بس كده نقليها سوا بقى. وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى أمة محمد يا رب. بصوا حبايبي الكبده معايا اهي، اول ما بتحطيها يا دوبك بتقلبيها على الناحيه الثانيه علشان تكون طريه كده ما تحمى يعني ما تبقاش ناشفه، هي اصلا بتستوي من الهواء. تمام يعني انت بتعملي الكميه كلها بتبدريها وتسيبيها كده شويه وبعدين تبتدي تقلي. لازم تنزل. احنا هنا كده بقى جينا خلاص الفيوم. تمام كنا هنروح وادي الريان بس للاسف قالوا مقفول دلوقتي عشان في تجديدات وتصليحات، فجينا فندق جينا بسين عادي تبع القوات المسلحه برضو، بس ما شاء الله نضيف جدا حلو قوي قوي. اوريكم بقى البحيره. بسم الله ما شاء الله حلو قوي. بصوا كده بقى البحيره حلوه قوي قوي ما شاء الله. دي بحيره هارون او قارون. جميلة جدا طبعا بقى الدنيا زيطة وهيصة والناس بتعيد وكل سنة وانتوا طيبين يا رب، يجعلوا عيد سعيد يا رب.